blocks A, B, and C have weights of 90 kilogram, 35 kilogram, and 20 kilogram, respectively. Determine the smallest horizontal force P that will cause impending motion. The coefficient of static friction between A and B is 0.3, B and C 0.6, C and the ground 0.45. Draw the free body diagram step 1 اللي هو ده. خدت البلوك B، لو احنا هنشده يبقى P اهي، وفي two frictions العكس. هنا في M A G، يبقى في N واحد بيساوي M A G. هنا هيكون في two blocks ضغطين على C اللي هو M A زائد M B في G، فهيبقى في رد فعل N2. وهنا 0.3 الستاتيك فريكشن كوفيشنت، وهنا 0.6. يبقى ال P اللي اتحرك لازم تتغلب على الاتنين دول، فأقول سيجما الفورس تساوي صفر عشان يدوب يتحرك يعني. يبقى عندنا ال P يمين ماينس 0.3 في M A G ماينس كمان 0.6 M A زائد M B G يساوي صفر. إذا ال P هتساوي 0.3 في M A اللي هي 90 مع 0.6 في M A و M B اللي هي 125. الكلام ده كله مضروب في 9.81. يبقى الفورس اللي يدوب يدوب تحرك 1001 نيوتن. يبقى ده الفري بادي دياجرام، وده الجزء ده الجزء الاول وده الجزء الثاني او مع بعض. Explain with your own words what will happen the block C if it is going to move or stay static if block B start moving. والله نشوف يعني، ادي البلوك اللي اسمه C وده بيتشد في فريكشن العكس اللي هو ده، يأثر على السي في الاتجاه المعاكس لان الاتنين دول مجموعهم صفر، فيحاول يحرك السي. ولكن في فريكشن تحت، الثري بلوكس بيضغطوا على الارض ام اي زائد ام بي زائد ام سي، ففي رد فعل هيعمل هنا 0.45 في ان 3، لكن لسه ال 0.6 ان 2 بيتحركوا يمين، مين اكبر؟ تعال نشوف 0.6 ان 2 تساوي كام و 0.45 ان 3 تساوي كام. ال 0.6 في 125 في 9.81، اللي بيحاول يزق يمين 7.36 نيوتن، اللي بيحاول يعرقل حركته 0.45 في كل الاوزان على بعض 145 في 9.81 640 يسار. مرة تاني، احنا عندنا 125 هنضربهم في 0.6 زي ما احنا شايفين، طلع الرقم في 9.81، طلع الرقم اللي بيحاول يحركه 735 نيوتن او 36 نيوتن يمين. طب كل الكتل اللي هي 90 125 145 في 9.81 دي بتضغط على الارض، والارض بتحاول تعرقل الحركة بقوة مقدارها 640. طب دي اكتر من دي، it will move. ليه؟ لأن القوة اللي بتحاول تحرك أكبر من الستاتيك فريكشن، فهيتغلب ويبدأ يتحرك بأكسلريشن كمان، لأن ده أكبر من ده.